وبإعلانه ترشحه يكون سيدي محمد البوبكر المرشح الثالث الذي يدخل المنافسة بشكل رسمي بعد وزير الدفاع السابق محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني والنائب البرلماني برام ولداه والعبيدة. وقد تميزت خطابات ترشح الثلاثة بالتطرق للعديد من النقاط والمحاور وحملت عدة رسائل ووعود. نتابع. شكليا بدت إعلانات الترشحات في بريطانيا جماهيرية من حيث الكم. ضمنيا كانت كلمات المترشحين رسمية وغابت فيها الثورية وحضرت التقدمية بشكل متفاوت. كان التركيز على سلامة اللغة حاضرا بقوة، لكنها اختلفت في المضمون بشكل متفاوت وفي مرات متعددة، وتقاربت في التشخيصات وإن من زوايا مغايرة كما يقول البعض. جميعهم تحدثوا من منظور استحقاقي وأطلقوا وعودا للناخبين، لكن التعليم والأمن ورفاه المواطن وحقوق الإنسان مواضيع كانت حاضرة في برامج المرشحين الثلاث الذين أعلنوا حتى اللحظة عن ترشحهم للرئاسة، فيما تباعدت وجهات نظرهم نسبيا في الاهتمامات والتركيز على واقع المواطن، كما رأى بعضهم الانتخابات تأتي في سياق انتهاء 10 سنوات من التهميش والإقصاء، فيما رأى بعضهم أن السنوات العشر الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات وتعتبر نموذجا. لكن النقطة الجوهرية التي اتفق عليها المترشحون الثلاثة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل فرصة لتكريس التناوب السلمي وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.